أهلا بالفيلموية. بيبدأ الفيلم في فترة الحرب اللي حصلت بين أمريكا وفيتنام مع 5 من الجنود الأمريكان وهم بيستقروا في غابة في أراضي فيتنام بالليل، وبتكون أسمائهم ميزرف وأريسكون وكلارك وبراوني وهاتشر، لكن حظهم بيكون سيء وفي مجموعة فيتناميين بيحددوا مواقعهم وبيبدأوا يضربوا نار عليهم ويرموا قنابل في اتجاههم، فبيحاولوا يأمنوا نفسهم بسرعة قبل ما حد منهم يتصاب، وكمان بيحاولوا يتواصلوا مع فريق دعم علشان يجي يخرجهم، لكن النار بتقرب منهم جدا فمش بيقدروا يتواصلوا مع حد، وبيفضلوا يجروا في اتجاهات مختلفة على أمل إنهم يتفادوا الهجمات، لكن واحد منهم اسمه أريكسون بيقع في حفرة بتوصل لنفق تحت الأرض، وبيشوف الرصاص والقنابل وهما بيتحدفوا قريب منه جدا، وبيكون مرعوب من إنه يتصاب، وبيفضل يصرخ وينادي على زمايله اللي كل واحد منهم استخبى في حتة شكل، ومحدش بيسمع صوته. في الوقت ده بيكون في شاب فيتنامي نايم جوه النفق وبيصحى على صوت أريكسون وهو بيصرخ، فبيمسك آلة حادة وبيفضل يزحف لحد المكان اللي هو عالق فيه علشان يطعنه، بس أريكسون مش بيشوفه لأن راسه بتكون بره الحفرة، وبيستمر في الصريخ لحد ما بيسمعه زميله النقيب ميزيرف اللي بيتحرك في اتجاهه بسرعة وبيساعده وبيخرجه من الحفرة قبل ما الفيتنامي يطعنه وبينقذه في اللحظة الأخيرة، وبعدها بيقفوا هما الاتنين بالبنادق ورا شجرة وبيفضلوا يضربوا نار لحد ما بيوقعوا مواطن فيتنامي من على برج عالي وبيقضوا عليه، وبيظهر ان هو اللي كان بيضرب عليهم رصاص، وفجأة ميزيرف بيشوف الشاب اللي حاول يطعن أريكسون وهو خارج من الحفرة ومعاه بندقية، فبيزق أريكسون على الأرض علشان ما يتصابش وبيصاب بندقيته على الفيتنامي وبيفضل يضرب نار عليه لحد ما بينزل تاني. وتاني يوم الصبح بيخرج الخمس جنود يتمشوا في الأراضي، واحد منهم اسمه براوني بيقول لميزيرف ان بقالهم شهر صاحيين بيحاربوا، وبيعرفوا ان خلاص مدة تجنيدهم في الحرب قربت تنتهي، ووقتها هيخرجوا من الاراضي دي وهيخلعوا زي التجنيد ويبقوا احرار، وبيكون شايف انهم المفروض يوقفوا الحرب وكفاية لحد كده، لكن طبعا الوضع مش في ايده لانه مجرد جندي مسخر من الحكومة الامريكية، والاطفال الفيتناميين بيكونوا لطاف جدا معاهم وبيدوا مانجا لأريكسون، لكن ميزيرف بياخدها منه وبيرميها وبيقوله ما ياكلش اي حاجة منهم لأنها ممكن تكون مسمومة. وبعدها براوني بيشوف أريكسون وهو بيتمشى مع عجوز فيتنامي في البحيرة، فبينادي عليه وبيطلب منه يسيبه، فبيروح لعنده وبيكونوا لسه ما يعرفوش بعض كويس، وبيسأله براون لو متجوز فيقول له أيوة، وبيسأله عنده أطفال ولا لأ، فبيقول له إن عنده بنت صغيرة، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شوية، وبعدها بيرجعوا لباقي الفريق، وهنا براوني بيتصاب برصاصة في رقبته، وقتها شون بينزل بيه على الأرض وبيضغط على جرحه بإيده علشان النزيف، وكلهم بيناموا في الارض علشان ما يتصابوش، والرصاص بيتضرب عليهم من كل اتجاه وهم بيحاولوا يقاوموا بالاسلحه اللي معاهم لحد ما صوت الرصاص بيختفي، وساعتها ميزيرف بيركز مع براوني وبيحاولوا انه ينقذه قبل ما يفقد حياته لانه اتصاب في مكان خطير جدا، وبيفضل يطمنه هوا واريكسون انه هيكون بخير، وبينقلوه بطياره على امريكا علشان يتعالج، وبيقف ميزيرف يبكي في المكان اللي الطياره طلعت منه وكانه حاسس انه مش هيقابل براوني تاني، وبعدها بيرجعوا للمقر بتاعهم علشان يرتاحوا شوية، وميزيرف بيقعد يحلق دقنه وهو مكتئب على اللي حصل لبراوني، وبيقول لزمايله انهم اجازة النهاردة، وبكرة الصبح هيكون عندهم مهمة استطلاع، هيبلغهم بتفاصيلها أول ما الملازم يعرفه، وبيروح كلارك يسأله عن أخبار براوني، فبيقوله إنه فقد حياته، وكلهم بيتصدموا وبيزعلوا عليه، وبالليل بيجيلهم ميزيرف ومعاه جندي اسمه دياز بعتته الحكومة الأمريكية علشان يكون بديل لبراوني في الفريق بتاعهم، وبيعرفوا منهم هيبدأوا مهمتهم الجديدة الساعة 5 الفجر، وبيقف يديهم التعليمات اللازمة علشان يحافظوا على حياتهم، وبيوريهم خريطة متحدد عليها المكان اللي هيقوموا فيه بالمهمة، وبيأمرهم ما يضربوش نار إلا في حالة الدفاع عن النفس، وبيفهمهم إنهم هيحتاجوا البنت معاهم، وبعدها بيقتحم هو وكلارك مبنى فيه عدد من البنات اللي بيكونوا نايمين كلهم، وهم في حالة رعب من اللي بيحصل في الحرب، وبيختار ميزيرف وكلارك أجمل بنت فيهم، وفجأة كلارك بيكتم نفسها فبتصحى وهي مفزوعة، وبيظهر انهم كانوا عاوزين بنت علشان يتهجموا عليها وبيضايقوها هما الاتنين مع بعض، وبتفضل تصرخ على امل ان حد يسمعها وينقذها منهم. في الوقت ده بيكون أريكسون واقف بره وسمع كل اللي بيحصل وبيبقى ضده ومش موافق عليه من البدايه، ودياز بيساله لو هم متعودين يعملوا كده فبيقول له لا، وهاتشر بيكون واقف منبهر باللي بيحصل وكانه عاوز يشاركهم، وأريكسون ما بيكونش مصدق رده فعله، ولما باقي البنات بتصحى وبيحاولوا يدافعوا عن البنت اللي معاهم بيخطفوها وبيخرجوا بيها من المبنى ومحدش بيقدر يوقفهم، ومامتها بتخرج وراهم وبتحاول توقفهم لكنها مش بتقدر عليهم، وبياخدوها وبيبعدوا، ووقتها أريكسون بيحس بالخجل من اللي زمايله بيعملوه وبيعتذر لها بالنيابه عنهم وبيسيبها وبيمشي وهي واقفه تعيط مع اختها، وهم حاسين بمعاناه الظلم اللي بيتعرضوا له، وبياخدوها وبيطلعوا بها المكان عالي في الغابه وبعيده علشان محدش يقدر يوصل ليهم،
وقتها أريكسون بيروح يتكلم مع كلارك وبيفهمه إنهم ما كانش المفروض يعملوا كده، لكنه بيتجاهل كلامه، فبيروح لميزيرف وبيبين له قد إيه هو متضايق من اللي عملوه في البنت، فبيحاول ميزيرف يقنعه إنه ده شيء رائع وإنهم كلهم هيستمتعوا بده، لكن أريكسون بيرفض إنه يشارك معاهم، وقتها ميزيرف بيغير ملامح وشه قدامه علشان يفهمه إنه مش راضي عنه، وبيأمره يروح يتولى مهمة المراقبة مكان هاتشر ويديله فرصة إنه يرتاح شوية، فبيسمع كلامه وبيروح عند هاتشر على أمل إنه يقدر يقنعه إن اللي هم عملوه غلط، ويعتبر عملية اختطاف، لكنه بيلاقيه مش مهتم بمشاعر البنت ولا أهلها، وبيفهم إنه كل الجيوش بيعملوا كده، وإنه شاف في ميزيرف وهو بيخطفها نفس قوة وشجاعة جنكيز خان ملك جيوش التتار وبيسيبه وبيمشي، والبنت بتفضل تبكي وبيكونوا كاتمين صوتها بقماشة وبتستسلم لمصيرها البشع معاهم، لأنها متأكدة إن محدش هيقدر يقف قصادهم ويحررها. وبيروح دياز يقعد مع أريكسون وبيكون هو كمان ضد اللي الجنود عملوه في البنت، وبيسأل أريكسون لو المفروض يروح يشاركهم اللي بيعملوه، فبيقول له لأ، وبيطلب منه يفضل صامد ومصمم على موقفه، وفجأة هاتشر بيروح يقول لهم إنه شايف حاجة بتتحرك في الأراضي اللي تحتهم، فبيطلب ميزيرف من كلارك إنه يروح يشوف بنفسه، ولما بيروح مع هاتشر بيلاقيه بيشاور له على جسم بيتحرك، بس مش بيقدروا يحددوا هو إيه بالظبط لأنه بعيد عنهم جدا، وكلارك مش بيهتم. وبيقول له انها ممكن تكون صخره وبيتجاهل الموضوع تماما، وهنا هاتشر بيصاب على الجسم ده بالبندقيه وبيفضل يضرب نار، فبيوقفه كلارك وبيوبخه، وبيظهر انه كان حيوان تايه وسط العشب وبيطلع يجري منهم. وقتها بيقوم ميزيرف على صوت الرصاص وبيضرب هاتشر، وبيقول له انه فعلا مغفل وغبي، لان هو محذرهم ما يضربوش رصاص الا لو حد تعرض لهم او حاول يأذيهم علشان يدافعوا عن نفسهم. وبيرجع ميزيرف للبنت وبيشيل قماشة من على بقها وبيديها سبرين علشان تسكن الألم اللي حست بيه بعد الضرب اللي وجهه ليها، وبعدها بيشربها مية وبيحاول يبين لها انه لطيف معاها علشان ما تخافش، وبيروح بعدها يقعد جنب أريكسون اللي بيكون نفسه يختفي من قدامه بسبب القذارة اللي هم بيعملوها، وبيسألهم ما بيعملوا كده ليه في البنت، فبيقول له ميزيرف لأنها من المقاومة الفيتنامية، فبيحاول أريكسون يفهمه انها مجرد بنت بتشتغل في الزراعة وملهاش ذنب في أي حاجة، لكن ميزيرف مش بيسمع له وبيفهمه انه لسه جندي مستجد ومش فاهم حاجة، وبيحاول هاتشر وكلارك يقنعوه انه يشاركهم ويتهجم عليها معاهم، لكنه بيفضل رافض وكلهم بيشوفوا انه وجهة نظره غلط، وميزيرف بيروح يسحبها من رقبتها قدامه، فبيتضايق اكتر وبيقول له ميزيرف انه عارف كل الجنود اللي معاه كويس ما عدا هو لانه لسه مستجد، وبيحاول يفهمه انه بتصرفاته دي هيخليه يشك في ولائه، وبيطلعوا بيها المكان اعلى في الغابة، وفي الطريق كلارك بيفضل يضايقها ويستفزها وبتتجاهله تماما علشان ما يأذيهاش، وبيوصلوا عند كوخ على قمة التلة، ولما بيتأكدوا انه امان بيقرر ميزيرف انهم ياخدوه كمقر للقيادة، وبيدخلوا البنت للكوخ بالقوة، وميزيرف بياخد كلارك وهاتشر بعيد عن الكوخ علشان عاوز يقول لهم حاجة، وبيسيب دياز واريكسون مع البنت علشان ما تهربش، ووقتها بيشوفوا البنت وهي واقفة تنظف المكان وبيتعاطفوا معاها اكتر، ودياز بيقول لاريكسون انه مش هيقدر يتهجم عليها وانه لازم هو كمان ما يعملش كده، فبيفهم انه بيفكر نفس تفكيره وبيحلف له انه مش هيأذيها، وبيأكد له انهم لازم يدعموا رأي بعض للنهاية وما يسمحوش لحد من باقي الجنود انه يأثر عليهم. وبعد شوية البنت بتنتهي من تنظيف الكوخ وبيلاحظ أريكسون اثار التعذيب اللي تعرضت له على جسمها، فبيقرر انه يساعدها ويطهر لها جروحها، وبتكون خايفة منه جدا فبيطمنها انها في حمايته، وبيوعدها انه مش هيأذيها وانها هتبقى حرة، وبيطلب منها تعتبره صديقها. وبعدها بيروح ميزيرف يقعد معاه وبيعتذر له عن الطريقة القاسية اللي اتكلم معاه بيها، وبيبرر له موقفه بانه متوتر ومضغوط نفسيا بسبب الخطر اللي محوطه من كل اتجاه، خاصة ان ممكن عناصر المقاومة تغتالهم في اي وقت، وبيفهم انه مش محتاج منهم غير ان كلهم يبقوا ايد واحدة علشان ما يخسروش حد تاني منهم، وبياخده وبيدخل للكوخ عند البنت وبيكتفها من ايديها، وبيأمره انه يتهجم عليها قبلهم كلهم، وبينصحه انه ينفذ امره من غير اي جدل علشان ما يجبروش يدخل معاه في مشاكل مش هيكون قدها، لكن أريكسون بيفضل رافض وبيسيبه يخرج من الكوخ، فبيخرج وراه وهو متعصب وبيفهم انه اقل بكتير من انه يرفض له طلب، وانه بكده مش هيقدر يفسر اللي هو بيعمله غير انه تعاطف مع المقاومة الفيتنامية، وده معناه انه خاين وجزاؤه الهلاك، وبيهدده انه هيخلص عليه لو ما وافقش. وبعدها بيسأل دياز لو كان عنده مشكلة في اللي هم عايزين يعملوه، فبيتردد لثواني وبعدها بيقول له انه موافق لانه خايف منه، وساعتها أريكسون بيحس انه لوحده ومفيش حد بيدعمه لا هو ولا رأيه، فبيمسك البندقية بتاعته وبيصوبها في وش ميزيرف، ووقتها ميزيرف بيرمله البندقية بتاعته في ايد التانية علشان يبين له انه مش خايف منه، وبيقول له انه دلوقتي كل واحد منهم معاه سلاح ويقدر يخلص على اي واحد فيهم في اي لحظة، وبيدخل للكوخ قدامه وبيتهجم على البنت بمنتهى الوحشية، وهو بيقف عاجز قدام اللي بيحصل ومش عارف يتصرف ازاي، وبيقرر يروح يوقفه عند حده، لكن كلارك بيمنعه وبيرفع آلة حد على رقبته، وهاتشر بيصوب بندقية عليه، فبيبعد وبيسيبهم لأنه مش قادر يتحمل المنظر، وبيفضلوا يتهجموا عليها لحد بالليل،
والدنيا بتشتي عليهم، وأريكسن بيكون متكفل بمهمة المراقبة، فميزيرف بيسيبهم قاعدين وبيروح يتكلم معاه وبيقول له إنه هيخلي دياز ياخد وردية مراقبة بداله من الساعة 12 علشان يديله فرصة يرتاح شوية، لكن أريكسن بيتجاهله تماما وكأنه مش سامعه، وكل اللي بيكون شغل تفكيره هي البنت المسكينة اللي ملهاش أي ذنب في الظلم اللي اتعرضت له. وبيحاول ميزيرف إنه يتكلم معاه وبيقول له إنه عارف إنه بيحب الجيش والخدمة، وبيعترف إنه هو بيكره الجيش، فبيقول له أريكسن بحسرة إن ده ما بقاش جيش أصلا. وساعتها ميزيرف بيعرفه إنه فاهم إنه لقى نفسه ماشي في طريق الشيطان مسيطر عليه ومخلي مفيش حاجة بتوقفه، وبيكون متأثر جدا وحزين وبيبدأ يتضايق من نفسه. وتاني يوم ميزيرف وهاتشر ودياز وأريكسن بيراقبوا جماعة من الفيتناميين وهم عند البحيرة من خلال مكان عالي في الغابة، وبعدها بيلاحظ ميزيرف إن في مركب تحتهم في البحر، فبيبدأ يقلق وبيحس بحاجة غريبة، فبيقول له هاتشر إنهم ممكن يكونوا جايين يصطادوا سمك مش أكتر، لكنه برضه مش بيطمن وبيديله أمر إنه يروح لأريكسن ويرجع معاه للكوخ ويجيبوا ذخيرة وقنابل دخان زيادة، وبيدي أمر لدياز إنه يطلب لهم فريق دعم. في الوقت ده بيكون كلارك قاعد عند الكوخ علشان يحرس البنت الفيتنامية، وبيلاقي هاتشر وأريكسن بيجروا على الكوخ، فبيتوتر وبيسألهم إيه اللي حصل، فبيقول له هاتشر إن ميزيرف بعتهم يجيبوا أسلحة زيادة علشان هيضربوا الفيتناميين، فبيتضايق جدا لأنه مش هيشارك معاهم، وبيفهمهم إن حراسته للبنت ما تعتبرش مهمة جنب اللي هما رايحين يعملوه، وبيقرر إنه ينضم ليهم مهما حصل، وبيأمر أريكسن إنه يفضل هو مع البنت، وبياخد الذخيرة وبيتحرك هو مع هاتشر بداله، ووقتها بيقرب أريكسن من البنت وبيشوفها وهي بتنزف وحالتها صعبة جدا، فبيحاول إنه يطمنها وبيفك الحبل من إيديها، وبيلاقي إن عندها حمى شديدة جدا، وبتفضل تبكي من الألم، فبيديها أكل ومية وبيوعدها إنها هتبقى بخير، والبنت بتتكلم معاه بالفيتنام وهي بتعيط، لكنه بيكون مش فاهم هي بتقول إيه، ونفسه يساعدها بأي طريقة. ولما بيوصل كلارك عند ميزيرف بدل أريكسن، ميزيرف بيتعصب عليه وبيأمره يرجع يجيبه، لأنهم ما ينفعش يسيبوه لوحده مع البنت، فبيسيبهم كلارك وبيتوجه للكوخ علشان يجيبه. في الوقت ده أريكسن بيكون قرر يهرب البنت ويرحمها من العذاب اللي بتشوفه على إيد زمايله، وبياخدها ويخرج بيها من الكوخ وبيقول لها تهرب، لكن البنت بتكون مش عارفة طريق بيتها من المكان اللي هم فيه، وبتفضل تبكي وبتترجى إنه يوصلها، فبيحاول يفهمها إنه ما ينفعش يهرب معاها، لأنه في الحالة دي هيكون هربان من الجيش، لكن البنت بتفضل ماسكة فيه ومش بترضى تتحرك من غيره، وهو بيضعف قصاد عياطها وبيقرر يساعدها ويروح معاها. وأول ما بيتحركوا بيتفاجئ بكلارك وهو بيوصل لعنده، وبيكون خوفه الأكبر على البنت، وبيحاول يقنع كلارك إن مفيش أي حاجة وإنهم ما كانوش هيهربوا، فبيقول له كلارك إن ميزيرف عاوزه معاهم في المهمة، وكلارك بياخد البنت معاه على القمة اللي هيستقر عندها، وبيكون عندها كحة شديدة فبيكتم نفسها علشان ما تتسبب لهمش في مشكلة، فبيعرفوا هاتشر إنها مش هتعيش كتير بحالتها الصعبة دي، فبيفهموا كلارك إنهم هيتخلصوا منها. وقتها أريكسن بيتوتر جدا، وهنا ميزيرف بيأمره إنه يتخلص منها بنفسه، فبيتصدم ومبيكونش عارف يتصرف إزاي، وبتبدأ المراكب اللي قدامهم في البحيرة تزيد، وبيكون فيها ناس محملين شحنات من حاجة هما مش عارفينها، فبيستعجلوا الدعم علشان يهاجموهم بسرعة، وأريكسن بيتعصب وبيرفض إنه يأذي البنت، وبيقول لميزيرف إن لو براوني كان هنا ما كانش هيوافق على كل اللي بيحصل ده، فبيفهمه ميزيرف إنه دلوقتي تحت قيادته وسيطرته، ولو ما نفذش اللي هو بيقوله هيخلص عليه زي ما بيخلص على الفيتناميين في الحرب، فبيترجى أريكسن إنه يسيبها تمشي، لكنه بيكون عاوز يتخلص منها بسرعة، فبيدي على حد لدياز وبيأمره يخلص عليها، وأريكسن بيترجى ما يعملش كده، لكن لأنه خايف من ميزيرف بيقرب منها علشان يخلص عليها، وكلارك بيكتفها له علشان يتمكن منها بسهولة، وقبل ما يطعنها بلحظة واحدة، أريكسن بيضرب نار علشان يلفت نظر الفيتناميين اللي في البحيرة، فبيضربوا نار عليهم من وهم في المركب، وبتتوجه ناحيتهم كمية كبيرة من الرصاص، فبيضربوا نار عليهم وبيخلصوا على ناس منهم، والفيتناميين بيجيبوا فريق دعم من الجزيرة وعددهم بيزيد، وقتها ميزيرف بيأمر أريكسن إنه يفضل جنبه، وباقي جنوده إنهم ياخدوا البنت ويروحوا يغطوا ظهرهم، وبيواجهوا طلقات الفيتناميين بكل شراسة، وبتدور حرب قوية بالأسلحة بين الطرفين، وكلارك بيطعن البنت بلا حدة، وبيسيبها وبيروح لميزيرف وبيعرفوا إنه قاضى عليها، وبتستمر الحرب الشرسة بين الطرفين، وميزيرف بيستقر على قمة لوحده، وبيوجه طلقات قاسية جدا للفيتناميين بتخلص على عدد كبير منهم، وبيكون مستمتع جدا باللي بيعمله، وهنا بيظهر إن البنت لسه عايشة وبتتحامل على نفسها وبتقوم وهي بتبكي وبتنزف، وبتفضل ماشية لحد ما بتوصل لعنده، وبيتصدم أول ما بيشوفها، وبتعدي من قدامه من غير ما تهتم بيه، فبينادي على جنوده وبيعرفهم إنها بتهرب، وبيتحرك وراها علشان يلحقها، وبيأمر الباقي إنهم يخلصوا عليها. وهنا أريكسن بيجري عليه وبيمسكه علشان يمنعه، فبيزقه ميزيرف بقوة وبيوقعه على دماغه، وبيأمر الباقي إنهم يضربوها بالنار، وفعلا بيصوبوا عليها كلهم في وقت واحد، وبيضربها هو كمان معاهم، لحد ما بتقع من على القمة وبتفقد حياتها، وأريكسن بيتصدم من اللي حصل،
في الوقت ده بتوصل طيارات الدعم للمكان اللي هم فيه وبيرموا قنابل على الأراضي الفيتنامية لحد ما بيبيدوا كل المواطنين اللي ضربوا نار على جنود الجيش. وقتها الوضع بيهدى شوية وأريكسون بيبص من فوق على جثة البنت وهو متأثر جدا وحزين، وبعدها بيشوف جثث الفيتناميين في البحيرة وبيتضايق جدا. وبيرجع الجنود لمقر الجيش الأمريكي، وهناك أريكسون بيقابل زميل ليه اسمه راون وبيحكي له عن اللي عملوه في البنت، وبيفهمه ان ده ممنوع انه يحصل، وعشان كده ميزيرف كان مصمم يتخلص من البنت قبل وصول طيارات الدعم. وفجأة بيوصل كلارك وبيسمعه وهو بيحكي لراون، فبيخاف من انه يتسبب لهم في مشكلة وبيوبخه وبيقوله انه مش مسموح له يطلع اسرار فريقه، وبيعرفوا انهم لازم يتجمعوا تاني في خلال ساعة واحدة. وبيدخل أريكسون في حالة اكتئاب شديدة وبيندم على كل لحظة كان ممكن ينقذها فيها وما اخدش خطوة، وبيقدم تقرير باللي حصل للبنت للضابط الكبير هيل اللي بيشتغل تحت رئاسته، لكنه بيرفض تقريره وبيفهمه ان الفيتناميين يستاهلوا الحرب دي وانهم اتسببوا في اذى كبير للامريكان، وبيقرر ينقله من قيادته لانه هيسبب له متاعب كتير. فبيقول له انه عاوز يخرج من الكتيبة كلها، فبيحاول هيل يفهمه بعصبية انه عارف ان اللي حصل مع البنت كان غلطة، لكنه بتقريره ده هيعرض ميزيرف لضرر كبير في مهنته، وهو مترشح دلوقتي لمنصب عالي وعلى وشك انه ياخد جايزة قيمة، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبالليل بيكون أريكسون واخد وردية مراقبة لوحدة جوا كوخ خشبي، وهنا بيجي واحد من الجنود وبيرمي قنبلة جوا الكوخ من غير ما أريكسون يحس، وبعدها بيوصل هاتشر وبيكون هيدخل للكوخ، لكن كلارك بيخليه يبعد بسرعة، وهنا أريكسون بيحس إن في حاجة غلط وإنهم مرتبينه كمين، وفجأة الولاعة بتاعته بتقع على الأرض جنب القنبلة، وساعتها بس بياخد باله منها، وبيكسر باب الكوخ وبينط منه بسرعة، والقنبلة بتنفجر وراه، فبيتعصب جدا من زمايله اللي كانوا عاوزين يعملوا فيه. وبياخد فاس وبيروح بسرعة على المقر بتاعهم وبيشتم ميزيرف، فكلارك بيقول له كلام يستفزه، وقتها أريكسون بيضربه بالفاس في وشه، وميزيرف بيتصدم وبيبدأ يخاف منه، وبيقول له أريكسون إن مفيش داعي لإنهم يقضوا عليه، لأنه كده كده خلاص بلغ القيادة باللي حصل، ومحدش فيهم مهتم إنه يعاقبهم، وبيرمي له الفاس في إيده وبيسيبه وبيمشي، وبيروح يسكر على أمل إنه ينسى اللي حصل لكنه ما بينساش، وبيحكي كل حاجة لظابط شاب بيروح يقعد جنبه في البار وهو ده اللي بيساعده. وتاني يوم بياخدوا قوة للمكان اللي البنت وقعت فيه وبيسحبوا جثتها علشان يدفنوها، وبيتم تحويل الجنود اللي اذوها للتحقيق، وكلهم بيعترفوا بالجريمة اللي عملوها وبيكون عندهم لا مبالاة، ما عدا دياز هو اللي بيكون ندمان وبيقول انه اضطر يعمل كده علشان يفضل في امان. وبعد التحقيق بيتم الحكم على دياز بالسجن 8 سنين مع الاشغال الشقة، وعلى هاتشر ب 15 سنة، وبيتم الحكم على كلارك بالسجن المؤبد، اما ميزيرف فبيتم الحكم عليه ب 10 سنين. وأريكسون بيقف يتابع المحاكمة وهو سعيد بالجزاء اللي هياخدوه، ووقت انصراف الجنود بيمر ميزيرف من جنبه وبيتوعده باللي هيعمله فيه لما يخرج من السجن. وهنا بيصحى أريكسون من النوم وهو مفزوع، وبيكون راكب مترو وبتبقى فيه بنت فيتنامية قدامه، فبتلاحظه وهو بينهج من أول ما صحي، وبيظهر إنه كان بيفتكر كل اللي حصل وقت خدمته في الجيش على هيئة حلم وهو نايم طول الطريق. وبيقف المترو وبتنزل البنت الفيتنامية منه وبتنسى الشال بتاعها على الكرسي اللي كانت قاعدة عليه، فبياخده أريكسون وبينزل وراها بسرعة وبينادي عليها وبيديهولها، فبتشكره وبتاخده وبتمشي، فبينادي عليها تاني فبترجع له وبتقول له إنها شك إنها فكرته بحد، فبيقول لها أيوة، وبيكون قصده على البنت اللي حلم بيها، وبتقول له البنت إنه شكله كان بيحلم بكابوس، لكنها بتطمنه إن الكابوس خلاص انتهى، وبتسيبه وبتمشي. وبس كده بيخلص فيلمنا. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. سلام.